Hello guys, how are you today? إن شاء الله النهاردة عندنا درس جديد اسمه future. يعني إيه future؟ يعني مستقبل، حاجة لسه ما حصلتش. النهاردة إن شاء الله هناخد أربع أنواع من future، هما أكتر من كده بس إحنا النهاردة هناخد أربعة منهم. أول نوع اسمه future simple، وعندنا كمان going to و present continuous و present simple. أول حاجة إحنا عندنا تلات أنواع من القرارات. ايه هو النوع الاولاني اللي تبع will؟ اللي هو قرار سريع، quick decisions، قرارات سريعة، مش محتاجة خطة اصلا، مش محتاجة ان انا اقعد اخطط ليها. زي ايه؟ زي I am tired I will have some rest. I'm tired I will have some rest. انا تعبان واخد شوية rest. It's hot I will open the window. الجو حر انا هفتح الشباك. ما اعتقدش ان هما الاتنين دول ليهم يعني محتاجين ان احنا نعمل لهم اي نوع من انواع الخطط. طيب امال بقى لو احنا مخططين او ناويين على حاجه هنستخدم going to. going to طبعا be دي اللي هي am is are plus going to plus verb infinitive. بستخدم الفورم دي في ايه؟ اللي هي بتاعت going to دي في ايه؟ بستخدمها في plans لو انا مخططه لحاجه، intention وdecision يعني ناوي على حاجه او مكرره لها. خلي بالنا ان انا يدوبك بس مكررة او مخططة، لسه ما خدتش اي اجراءات، يعني يدوبك بس انا مخططة للموضوع، بفكر فيه like this. For example, we have planned to travel. احنا مكررين، احنا مخططين ان احنا نسافر. طيب احنا يدوبك مخططين، عشان كده هستخدم we are going to travel. we are going to travel. نبص على اللي بعدها كده. I am going to move to another house. It's my intention. أنا ناوية أعزل لبيت تاني عشان دي نيتي. هل في الجملة هنا قلنا أي حاجة تدل إن أنا خدت خطوات إن أنا أعزل؟ لا، هي يدوبك intention، يدوبك plan، يدوبك decision، قرار خدته أو نية، نيتي إن أنا أعمل كذا أو خطتي، فما خدتش أي إجراءات إن أنا أعزل. تعالوا بقى نشوف لما احنا نرتب لكل حاجة وناخد الإجراءات كاملة هنستخدم any tense، هنستخدم present continuous. عشان بس أفكركم بالpresent continuous الأول اللي هو am is are plus the verb plus ing. بيستخدم في إيه؟ بيستخدم for arranged plans اللي هي arrangements اللي هي الترتيبات. لو أنا مرتبة الحاجة وخلاص بقى مزبطة لها وخدت الإجراءات كاملة فيها وخدت الخطوات فيها، يبقى كده present continuous. بصوا الجملة دي، we have arranged everything to travel. احنا رتبنا كل حاجة للسفر، يبقى we are traveling. يبقى we are traveling. I bought another house in a quieter area. انا اشتريت خلاص بيت جديد في منطقة اهدى. يبقى كده احنا ناويين نعزل ولا احنا مرتبين كل حاجة للعزال؟ احنا مرتبين كده كل حاجة للعزال. يبقى we are moving to another house أو we are moving next week. مهم تستخدم اللي هي present continuous for. طيب number two عندنا في future simple اللي هو هنستخدم هنا دلوقتي نوعين من أنواع predictions. في تنبؤ بدليل وفي تنبؤ بدون دليل. لو انا بتنبأ بحاجة وما عنديش اي دليل على كلامي فانا هستخدم will. يعني مثلا I think it will rain. هل الجملة هنا فيها اي حاجة تدل على ان الدنيا هتمطر؟ مفيش، يبقى نستخدم هنا will. I am sure our team will win. انا متأكد ان الفريق بتاعنا هيكسب. هل الجملة هنا في حاجة بتقول ان الفريق هيكسب؟ في اي دليل على كلامي؟ لا، يبقى نستخدم will. طب امال بقى لو انا عندي دليل على كلامي استخدم ايه؟ استخدم be plus going to plus infinitive. It's cloudy. It's going to rain. ايه الدليل ان هي هتمطر؟ ان هي cloudy. يبقى في evidence، في proof هنا، في دليل. يبقى هنا نستخدم am is are plus going to plus verb infinitive. We scored 5 goals. احنا احرزنا 5 اجوال. Our team is going to win. فريقنا هيكسب. في طبعا دليل على كلامي. ايه الدليل؟ ان احنا جبنا 5 اجوان، يبقى احنا كده هنكسب. نرجع تاني لاستخدامات will، ليها استخدامات كتير قوي.
number 3 معلش الارقام هنا متلخبطه. facts اللي هي ايه؟ اللي هي الحقائق اللي ما ينفعش نغيرها. زي ايه مثلا؟ next year I will be 19. السنه الجايه هبقى 19. ما ينفعش ابقى 22 وما ينفعش ابقى 16. فعشان كده ما ينفعش، طالما ما تنفعش تتغير تبقى will plus infinitive. عندنا كمان 4 حاجات لازم ممكن نستخدمهم مع will: offers, requests, promises and threat. عرض وطلب ووعد وتهديد. don't worry I will help you. will you stay with me tonight please. في هنا question mark معلش يا جماعة. I promise I will keep your secret. أنا بوعدك إن أنا هحافظ على سرك، ده وعد. Do your homework or I will punish you. اعمل واجبك وإلا هتتعاقب، ده تهديد. يبقى تاني العرض والطلب والوعد والتهديد مع will. عندنا استخدامات تانية لل present continuous اللي هي إيه؟ appointments اللي هي المواعيد. I am seeing the doctor tonight. دي مواعيد شخصية، مواعيدي أنا الشخصية، أنا ناوي أعمل كده ومرتبة وخلاص حجزت مع الدكتور. فاحنا بنستخدم present continuous. I'm seeing my doctor tonight. We are meeting at 6. احنا هنتقابل الساعة 6. دي كده احنا we arranged everything، احنا رتبنا كل حاجة. طيب ايه ال present simple؟ احنا بقى مش معبرين من الصبح بقى ايه استخداماته. هو استخدام واحد يتيم بس في ال future اللي هو ايه؟ official timetable. يعني ايه official timetable؟ مواعيد رسمية، مش مواعيد انا الشخصية زي ال present continuous زي المواعيد دي. لا، ال future ال present simple بيستخدم في المواعيد الرسمية مش مواعيد الشخصية. زي ايه؟ زي ميعاد القطر، ميعاد الطيارة، plane، train، school، work، cinema، school bus. كل دي مواعيد رسمية مش معادي الشخصي، فعشان كده بستخدم present simple. The school starts at 7. The plane takes off at 8. تعالوا نحل مع بعض ونشوف احنا فهمنا ولا لا، ونحلل كده كل جملة ونشوف احنا فهمنا ولا لا. We booked a room in a hotel. We space next week. احنا خلاص booked a room، حجزنا غرفة، يبقى ده نوع من انواع الايه؟ الarrangements. عشان كده هنستخدم برافو عليكو are traveling. We are traveling present continuous. She intended هي ناوية to go to another school ان هي تروح مدرسة تانية. She space a better one هي هتختار مدرسة أفضل. أنهي واحدة؟ هل في الجملة في مثلا حاجة تدل على إن هي خلاص مرتبة كل حاجاتها؟ لا، ده هي بس ناوية، فعشان كده هنستخدم is going to. يبقى she is going to choose. The train space at 9. طبعا دي مواعيد رسمية ثابتة تبقى present simple. The train arrives. I called him. أنا اتصلت بيه. We space tonight. إحنا هنتقابل النهاردة. طيب أنا خلاص اتصلت بيه، يعني أنا رتبت معاه. يبقى we are meeting present continuous عشان دي arrangements. The little boy is walking on the desk. الولد ماشي على الديسك. هيعمل إيه؟ He space. كده في تنبؤ، انا بتنبأ بحاجه. في دليل على كلامي؟ دليل ان هو هيقع. في دليل ان هو ماشي على الديسك، يبقى he is going to fall. I love الاهلي. They space today. انا بحب الاهلي فانا شايف ان هم هيكسبوا النهارده. They will win today عشان مفيش دليل على كلامي، انا مفيش دليل انا شايفاه بعيني على كلامي. I promise انا بوعدك. I space lies again. ها ده وعد. I won't tell lies again. أنا مش هقول كذب تاني. The film space at 3. دي برضو مواعيد رسمية مش معادي الشخصي، فتبقى present simple starts. I am hungry. I will eat. That's right. عشان ده قرار سريع مش محتاج لخطة أصلا. Thanks for watching. أتمنى أن أنتوا تكونوا فهمتوا الدرس. أي حاجة أنتوا عايزينها ابعتولي وقولولي إيه الحتة اللي إحنا عايزين نشرحها تاني. لو في درس معين عايزين تفهموه ابعتولي واكتبولي في الكومنتس تحت إيه عايزين رأيكم وإيه عايزين ناخد.